دعونا نذهب إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية كيف تناولت عناوينها ومن ثم نعود. وكالة معان إيرلندا توافق على وسم المنتجات الإسرائيلية لمقاطعتها. وفي وكالة وفا الصين سنعيد طرح مبادرتنا للسلام التي سبقت صفقة القرن الأمريكية. وفي وفا أيضا الحكومة تطالب الحكومات العربية والإسلامية التحرك الفوري لوقف التصعيد ضد المقدسات. وكالة وطن الفلسطينية مخطط استيطاني جديد يستهدف البحر الميت يستهدف البحر الميت والخارجية والمغتربين تحذر. وفي الأيام أعدت إسرائيل خطة لحظر أنشطة تركيا في القدس الشرقية من خلال ذراعها الرسمي وكالة الإغاثة التركية تيكا التي تعمل على تعزيز وضع بلادها في القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. وفي عرب 48 يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التقرب من دول في وسط وشرق أوروبا كانت تنتمي للمعسكر الشرقي الذي انهار في بداية تسعينات القرن الماضي وتحولت الأنظمة في هذه الدول إلى أنظمة يمينية قومية. ويسعى نتنياهو من وراء مثل هذه التحالفات إلى تشكيل بديل داعم لإسرائيل عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم دولا دعمت إسرائيل بشكل تقليدي ولكنها تنتقد سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والاستيطان فيها. وفي عرب 48 مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراضي بالضفة الغربية. أما في الصحافة الإسرائيلية موقع هآرتس قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يتمسك بالائتلاف الحالي لحكومته لافتا إلى أن الحكومة ستواصل عملها حتى نهاية ولايتها. وردت تصريحات نتنياهو خلال جلسة رؤساء قادة الأحزاب والكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي وذلك على خلفية التباين بين أحزاب الائتلاف من قانون تجنيد الحريديم. كما تطرق رئيس الحكومة إلى مشروع قانون القومية واستعرض الصياغة الجديدة لمشروع القانون الذي يشرف عليها الوزير يريف ليفين حيث قدر نتنياهو بأنه سيتم اليوم مواصلة تشريع القانون بالكنيست علما أنه صدق عليه بالأسبوع الماضي بالقراءة الأولى. موقع والله أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن هذا التحالف سيكون القوة الحزبية السياسية الثانية. هنا القصد بالتحالف تحالف نتنياهو حيث أن حزب الليكود يواصل الحفاظ على قوته ومكانته الأولى في استطلاعات الرأي علما أنه سيحصل على 33 مقعدا حسب استطلاعات والله الذي يقدر بأن مثل هذه التحالفات من شأنه أن يضعف المعسكر الصهيوني برئاسة أفي جاباي حيث سيحصل الحزب على 8 مقاعد فقط. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، هذا أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية. واللافت هنا أن حزب الليكود حاز حسب استطلاعات موقع والله الإسرائيلي على نسب عالية من استطلاعات الرأي، وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفوق في هذا الاستطلاع على الرغم من وجود قضايا فاسة تحوم حوله. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والخبير بالشأن الإسرائيلي منعم حلبي. أهلا بك سيد منعم. أجمل تحيات لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك سيد. يعني هنا الحديث عن استطلاع رأي موقع والله، وهنا اللافت أن نتنياهو يعني يتفوق في استطلاعات الرأي على الرغم من وجود فساد، ما تفسير ذلك؟ أولا يجب أن نشير بأن الاستطلاع جاء عن طريق موقع والله كما ذكرتي لصاحبه شاول أولوفيتش، وقضية الفساد 4000 التي سميت 4000 هي عمليا قضية تشغل الرأي العام الإسرائيلي. وعلى ماذا تتمحور عمليا؟ على قضية إعطاء تسهيلات من جهة نتنياهو وألوفيتش صاحب الامتياز في موقع والله الإسرائيلي وأيضا في شركة بيزك، يعطي التسهيلات نتنياهو لهذا الإنسان الذي يعتبر صديقا لنتنياهو، ومن جهة أخرى
أولوفيتش عن طريق موقع والله يعطي عمليا تغطية إيجابية لنتنياهو. نعم. فلربما نستطيع أن نشكك بمثل هذا الاستطلاع الذي جاء في موقع والله، ولكن إذا كانت النتائج صحيحة فهذا شيء يشير إلى ما يلي: المجتمع الإسرائيلي يميل في السنوات الأخيرة إلى اليمينية المتطرفة من جهة. نعم. وأكثر ما يشغل بال الرأي العام الإسرائيلي اليهودي اليميني المتطرف هو قضية الأمن، وهم يرون بنتنياهو كمحور أساسي وجيد بالنسبة لهم للحفاظ على الأمن الإسرائيلي. نعم، وهنا كنا نتحدث عن قضية الأمن وقضية أن الشارع الإسرائيلي يتجه إلى اليمين أكثر في الآونة الأخيرة تحديدا، يعني ما هي خيارات نتنياهو اليوم لإقناع الشارع الإسرائيلي؟ هل سيتجه إلى خيارات عسكرية أيضا والحديث أيضا هنا عن انتخابات مبكرة أيضا؟ يعني هل من الممكن كلما يتم ضغط نتنياهو أكثر من خلال التحقيقات التي المستمرة مع نتنياهو في 433 وأيضا في الشرطة كل شهر أو شهرين عمليا رئيس الوزراء يمثل في الشرطة للتحقيق معه في قضايا الفساد 3 و4 ساعات، وكلما يضيق وضع نتنياهو هو يميل إما إلى إيران. نعم. كمؤشر وركيزة له لضرب المفاعل النووية كما يدعي في سوريا، وإما الحديث عن انتخابات مبكرة. هو يعرف ويعي جيدا بأن الشارع الإسرائيلي اليميني المتطرف يميل إلى نتنياهو ولا يرى بديلا له عمليا في قضية الحفاظ على أمنه، لذلك نتنياهو مستمر من جهة تحقيقات ومن جهة أخرى التحدث والحديث على إيران وعلى المفاعل النووية وعلى الخطر على الأمن الإسرائيلي. يعني ما يعني نتحدث عن خيارات نتنياهو، لو توضح لنا ما هي خيارات نتنياهو للهروب من قضايا الفساد، وتحديدا أن على أرض الواقع بحسب الشارع الإسرائيلي أن هنالك إنجازات قام بها نتنياهو على الصعيد السياسة الإسرائيلية الخارجية ومع الدول الخارجية، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مواقفه أيضا في الجنوب، وتحديدا أن أيضا التحركات العسكرية هناك، قصفت إسرائيل يوم أمس موقع التيفور. نعم. السوري، يعني كل ما هي خيارات نتنياهو المستشار. نعم. القضائي في الحكومة قال بشكل لا يقبل التأويل: التحقيقات مستمرة مع نتنياهو في قضايا الفساد 1000، 2000، 3000 وخاصة 4000 الآن المحور الأساسي له، وثانيا حتى لو أجريت انتخابات وحتى لو فاز نتنياهو بالانتخابات القادمة وكل المؤشرات تشير للأسف بأنه سيفوز مرة أخرى إذا أجريت انتخابات، التحقيقات ستستمر والتوصيات ستعطى للشرطة، وأغلب الظن بأن ستكون تقديم لائحة اتهام. لذلك بالنسبة لنتنياهو لا توجد خيارات ولا يوجد مفر، كل الدلائل تشير إلى تقديم لوائح اتهام ضده بشبه الفساد في قضايا 1000، حصول نتنياهو وعقلته على هدايا وامتيازات بقيمة أكثر من 1,000,000 شاقل من رجال أعمال، 2000 محادثات مع موزس المالك لصحيفة يدعوت أخرونوت لكي يعطيه تغطية إيجابية، 3000 شبهة الفساد في صفقة شراء غواصات في ألمانيا، و4000 في قضايا بيزك. لذلك نتنياهو لربما يبحث عن أمور أخرى، عن قضايا أخرى ليبعد الرأي الإسرائيلي عن قضايا الفساد، ولكن في السطر الأخير لا توجد خيارات لنتنياهو، سيمثل أمام القضاء، ستقدم ضده لوائح اتهام، ولربما من يعلم سنجد رئيس الوزراء بين القضبان. نعم، يعني وهذه المرة التاسعة في غضون أكثر من عام سيخضع عليه التحقيق نتنياهو، ومن المتوقع أن يخضع عليه ملف 4000 بعد أو يوم الثلاثاء يوم غد. عمليا قضية. نعم. 4000 تشبك قضايا 1000 و2000 و3000 مع بعضها البعض، كما استمعت اليوم في إحدى وسائل الإعلام قضية 4000 تشمل جميع القضايا لأنه كلها تقريبا متقاربة في نهاية المطاف، إعطاء هدايا طبعا حسب الشبهات على ما يبدو كما يظهر، إعطاء العديد من التسهيلات لهذا المالك أو لذاك لأجل تغطية إيجابية من جهة، ولذلك يظهر نتنياهو بأن جميع الدلائل تشير إلى لوائح اتهام خلال الشهرين القادمين.
نعم، إذ ما تحدثنا عن الحكومة الإسرائيلية والائتلاف، هل سيتجه نتنياهو إلى ائتلاف حكومي جديد أم أنه لا أعتقد هو يشعر بارتياح تام؟ نعم، وتصريحاته نعم وتصريحاته الأخيرة تتحدث على أن نتنياهو متمسك في حكومته. نعم، لكن هل هنالك بعض من يتحدث عن أن هنالك انشقاق أيضا وتوتر في توجد انشقاقات داخلية داخل هذا الائتلاف بصدد قضايا معينة داخلية للشعب اليهودي نستمع إليها طبعا تقريبا كل يوم، قضايا القومية، قضايا أخرى داخلية متعلقة بشؤون الأحزاب اليمينية أو الأحزاب الأخرى، ولكن نتنياهو مرتاح جدا مع هذا الائتلاف لأن الكعكة مقسمة بصورة ممتازة، هذا أعطي إكس وهذا واي، ونتنياهو إذا فاز في الجولة الانتخابية القادمة سيحافظ أعتقد على هذا الائتلاف. لا يوجد بديل أمام الشارع الإسرائيلي حاليا لنتنياهو، وهذا مؤسف جدا لأنه يعتبر أحد رؤساء الحكومة، طبعا ليس في الشارع في نظر الشارع اليمين المتطرف، ولكن عامة الأضعف في السنوات والأسوأ في السنوات الأخيرة. طيب، بحسب اعتقادك الشارع الإسرائيلي من سيرجح؟ سيرجح السياسة الخارجية الذي يتبعها نتنياهو أم سيرجح داخليا يعني القضايا الداخلية والفساد لنتنياهو في حال صار هنالك انتخابات مبكرة؟ نتنياهو لن يكون رئيس حكومة فقط إذا دخل القضبان، إذا دخل السجن باختصار، إذا بقي خارج السجن وإذا بقيت الأمور على حالها سيبقى رئيس حكومة. هذا يعني إجابة لسؤالك، الشارع الإسرائيلي يفضل القضايا الأمنية، المباحثات الخارجية، ولا يبحث عن مسألة نتنياهو إذا كان نظيفا أو لا، إذا حصل على تسهيلات، إذا حصل على هو وزوجته على امتيازات. ونحن نعرف بأن أيضا سارة نتنياهو وعقيلة نتنياهو قدمت ضدها لائحة اتهام، وعلى ما يبدو ستعيد مئات ألاف من الشواكل. كل ذلك يهم الرأي الإسرائيلي بقسط قليل جدا مقياسا ومقارنة مع القضايا الأمنية، مع قضايا إيران، مع القضايا النووية، وجميع التخويفات التي يقوم بها نتنياهو لأجل التأثير على هذا الرأي العام. وأيضا الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن قانون بالكنيست لزيادة أجر إلى 200 ألف شيكل سنويا، زيادة أجر نتنياهو، وأيضا التهرب ينقصه الضريبي. تنقصه الأموال. نعم.